دائما في قصصنا في بداية برنامج من السعودية نحب ناخذ معاكم بعض القصص اللي فيها كثير من التفاؤل والحماس، خصوصا لما نستغل مواهبنا وطاقتنا. وعندما يمكن أي شاب في هوايته فإنه يبدع. أسامة أسس المشروع الخاص فيه وكان بفكرة استثنائية وفيها نوع من الابتكار. قصة أسامة الجطيلي نشوفها ونشوف تحدياتها مع زميلنا مؤيد السلوم. الدهان واختيار الجودة صار في الفترة الأخيرة هاجس لأصحاب السيارات، لأنها تمر بمراحل الاختيار وتصنيف الورش. بعد ما اكتشفت نفسي أني جالس في ركن الدهان في السمكرة، حاولت أني أتعلم الدهان وخصائص الدهان وجميع تفاصيله، فانتقلت من بريدة إلى دبي، فتعلم تقريبا هناك لمدة سنة أو سنة ونص، سنتين ونص متقطعة، فلما نجمعها تقريبا تكون سنة أو سنة ونص. من بعدها حاولنا ننقل الخبرة الموجودة في دبي إلى السعودية. أسامة الجطيلي الشاب السعودي اللي اكتسب خبرة قبل 12 سنة من خلال عمله بأحد ورش السيارات في مجال السمكرة والدهان، وخرج بعدها من السعودية ليعود إليها من جديد صانعاً لدهان وألوان السيارات. فوجدت نفسي أنه غالباً ما أجلس عند السمكرة وكذا، لا، دائم في قسم الدهان، كنت دائم موجود في قسم الدهان. مع الوقت اكتشفت أني لا، أميل للدهان أكثر من موضوع السمكرة والحديد وكذا، فحاولت أني أتخصص، والحمد لله ربي وفقني بناس ساعدوني صراحةً. أصحاب المركبات والورش صاروا يتعاملون مع أسامة بثقة متبادلة، لأنه يهتم بموضوع النصح والجودة واختيار الألوان اللي يقدمها للمستفيد. ميزة المهنة هذه صعوبتها، فدائما البداية في نفس المهنة هذه صعبة، مع الوقت مع محاولة انتشار مع التسويق، خلنا نقول التسويق التقليدي بحكم أنه في ورش فيها، ما في سوشيال ميديا، ما فيه يعني أصحاب الورش غالبياتهم لا، لازم يكون الشيء قدامه يجرب. فحقيقة تعبنا لغاية ما وصلنا لأغلب الورش، ومن بعدها الحمد لله صرنا نكسب، أو خلنا نقول كسبنا الثقة. المشاريع في المملكة العربية السعودية أصبحت كبيرة بشبابها المميز اللي عمل نقلة نوعية بمجال التجارة. لبرنامج من السعودية، مؤيد السلوم، مدينة بريدة.